يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الاستعاذة والاستعانة؟ الاستعانة طلب العون من الله جل وعلا أو من المخلوق، وأما الاستعاذة فهي الالتجاء من المخوف، الالتجاء من المخوف. الاستعانة تكون في الشيء المطلوب، وأما الاستعاذة فتكون من الشيء المخوف والمرهوب. والاستعانة تجوز بالمخلوق بما يقدر عليه، تعاونوا على البر والتقوى، وأما الاستعاذة فلا تجوز إلا بالله جل وعلا، لأنها نوع من العبادة فلا تجوز إلا بالله جل وعلا. نعم.